السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. إيه النهاردة؟ ان شاء الله هنجرب مع ماما بعض إيه الحنة دي. هنرسم حنة، إيه هرسم على ايد بناتي. هنجرب الحنة دي والحنة دي، إيه حاجة كده عشان العيد. إيه بصوا، الحنة دي ده لون اسود، هما بيقولوا حلوة يعني البنات وكده، فانا قلت اجربها معاكم. الحنة دي ده الانبوبة بتاعتها، والغطا ده جاي معاها وبتفتح كده، والبوز بتاعه صغير قوي. تمام، هي دي الحنة دي لونها اللي هو اللون البني، اللون البني اهي زي الرسمة اللي في الكرتونة كده. ودي الأنبوبة بتاعتها، هاتي. ودي القمع ده زي بتاعها، بس مشكلته ان هو كبير قوي ورديء كده. الحنة دي انا جايبها 15، ودي انا جايبها ب20. ماشي، وبس دي الحنه اللي احنا اللي انا هستخدمها يعني، وقلم عشان ارسم بيه في ايد البنت واحدد عليه. هاتي دي حقنه، حقنه 20 سنتي، بعامله 4 جنيه باي تقريبا. انا جبتها وجبت رحت قصه الجزء اللي قدام ده اهو، قصيتها بالمقص فعملت لي كده. هنا البوز كبير شوية فيبقى حلو في نزول الحنة. لو لقيت ان دي مش كويسة، لو لقيت ان احنا الاول واحدة جبناها مش كويسة، هستخدم الحقنة. تمام، يلا بينا نبتدي. انا دلوقتي رسمت الرسمة اللي انا عايزاها على ايديه. دي ايد رقية، رسمت لها قطة كيتي كده، ودي رقية عملت رودينة، عملت لها وردة، ولسه بقى هظبط الحاجات في الاخر. انا هبتدي ارسم رقية الاول. شيلي ايدك يا رودي. هاتي ايدك هنا كده، حركيش ايدي، افتحي صوابع. انا حطيت اللي ركبت اللي هو القمع بتاعها. انا هشتغل هعمل السودة، وجبت منديل عشان لما عاوز امسح يعني وكده. هو البوز بتاعه حلو صغير، انا هحاول اخلصها واوريها لكم في الاخر. خلاص خلصت القطه، شكلها حلو جدا. هبتدي بقى اعمل لها هنا في الصوابع يعني حاجات بسيطه كده، مثلا لو جبت جون هنا هتنزل جون.
نجمة كده أي حاجة. مثلا ممكن حسب يروك يروكاي قال لي ديك انا رسمت الرسمه دي ليا. بصوا اهي، طبعا لازم تعملي بالقلم زي ما قلت لك عشان تعرفي، يعني انت لو لسه مبتدئه تعرفي ما تتلخبطيش وكده. انا عايزه اقول لكم ان الرسمه دي رسمتها بعد شهر من الرسمه الاولانيه بتاعت البنات، ف حلوه جدا. ان هو يعني بترسمي وبتشيلي بقى بعد كده الانبوبه عادي تعينيها وتستخدميها زي ما انت عايزه. بصوا بدأ يقشر اهو، شايفين الحاجات اللي هي البقع البني دي عشان زي ما اتركن يعني كده، كان الجزء ده بدايه الشغل فعادي خالص يعني. بصوا بدأ يقشر اهو، شايفين القشره، هتستني لما ينشف كله ويقشر كده، ده لسه جديد اهو، لحد يبتدي يقشر كله. بعد كده تغسلي ايديكي عادي بالمية والصابون، وهوريكم برضو باقي الرسومات. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدت منه. بالنسبة للضوافر دي انا كنت عاملاها من فترة كبيرة، وانا بحب اللون الاسود قوي عليها، فبرضو هعملها معاكم تاني تمام. وعشان تبقى سودة كده حلوة وما تديش اللون البني يعني. فبتابعوا فيديوهاتي وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا بدأت تتقشر اهي، شايفين اهو اهو.